مخرجين صحفيين كل مبدعين شعراء ايضا. هذا منتدى فكري معرفي ثقافي فني، هو امتداد البرنامج اللي تبعته حوالي 10 سنوات جسر التواصل. جسر التواصل هذه المرة قم بشراكة مع النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية اللي قرروا يعقدوا ندوة أولى عن حقوق التأليف استكمالا من سلسلة حلقات من برنامج جسر التواصل يتناول حقوق التأليف من كافة الزوايا انطلاقا من القوانين مرورا بالتجارب الدولية وصولا لطريقة تدبير هذه الحقوق ومختلف الإكراهات والمعوقات. اليوم غادي نرجعوا للحقوق من زوايا معالجة مغايرة مع التركيز على إشكالية التقاطع ما بين واقع التدبير وطموح القطاع الوسيط. هو لقاء تواصلي، غادي تعقبوا لقاءات أخرى تواصلية فيما يستقبل من الأسابيع والشهور. برنامج جسر التواصل اللي على مدى سنوات كان هاجس الحديث على كل الفنون والثقافات والإبداع في كل تجلياتها. تكلمنا في البرنامج على كل الفنون، التشكيل، الموسيقى، الشعر، تأليف الرواية، العلوم، الابتكار وقضايا أخرى كلها كتصب في الإبداع. ومنين كنقولوا الإبداع كنقولوا الملكية الفكرية وكنقولوا أيضا حقوق التأليف. ولما نألف ولما نبدع شنو هي الحقوق؟ فاش كتجلى؟ شنو هي الجهة المكلفة بتدبير هذه الحقوق؟ كيف داير واقع تدبير هذه الحقوق؟ شنو هي الطموحات؟ شنو هي الإكراهات؟ غادي نتناولوا كل هذه الملابسات اللي كتحيط في هذا اللقاء التواصلي. هذه ماشي جلسة محاكمة لأحد أو لأي طرف بقدر ما هي فرصة للتنوير والتحسيس حقوق الفنان والمؤلف والمبدع في أي مجال يعني. قبل ما نبداو الحديث عن حقوق التأليف لابد من وقفة تحية النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية ورئيسها النقيب الأستاذ توفيق عمور اللي كيبذل جهود مضاعفة ومتواصلة من أجل تحسيس الفنانين والمبدعين بحقوقهم. نعطي الكلمة الكلمة الأولى السيد توفيق عمور في كلمة موجزة عن نشاط النقابة ونوصلوا أشهر. شكرا أخي أستاذ نجيب الصحفي والإعلامي والمتتبع لموضوع حقوق التأليف. فهو منذ برنامج ديالو على أمواج الإذاعة الوطنية برنامج جسر التواصل. مرحبا بالحضور الكريم. اليوم ستكون فرصة للقاء النقابة بمجموعة من الفنانين والمبدعين ونقول المؤلفين على وجه الخصوص، لأنه موضوع اليوم هو حقوق التأليف والحقوق المجاورة. لأن أنا أعتبر حتى حقوق المجاورة من الموسيقيين وفنانين الأداء يعتبرون مؤلفين إلا إذا شي حد بغى يخدم حقه بصحة. اليوم سوف نتناول موضوع حقوق التأليف والحقوق المجاورة من كل الزوايا. قبل ما ندخل في المحاور أو في المدوى العلمية لهذه الطرح الخبراء اللي معنا غادي يقدمهم السي نجيب، أود أن أفتح قوس حول النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية ونعلم شي ما ضروري مادام النقابة كتنظمات ضروري خصنا نقولوا الجديد في هذه النقابة. النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية سائرة على خطى ثابتة، ربما قد تظهر للبعض أنها بطيئة ولكنها ثابتة، تحقق عندها إنجازات وعندها متابعات. يكفي أن النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية هي النقابة الوحيدة المتواجدة وما تنقلش متواجدة قانونيا، ما كلشي نقابة متواجدة قانونيا، ولكن كنقول متواجدة على الساحة، تبحث، تستمع، تتواصل. ربما احنا هنا غنقول ان النقابة الوحيدة اللي عندها الصحة ديالها والصحة متحركة. النقابة المهنية عندها مندوبين جهويين، مندوبين إقليميين يشرفون اليوم بعجلة باش نقول ان النقابة شرعت في تسمية مناديب جانب مناديب جدد وكذلك في تغيير بعض المناديب. التغيير ديالهم في إطار تشبيه إطار النقابي ونعطي فرصة للشباب ونعطي فرصة حتى اللي عنده شي حاجة ما يديرها يقدمها لنا. نعلن أننا فتحنا مندوبيات في الدار البيضاء وعلى مستوى الدار البيضاء أعلن من هنا الإخوان ديالنا اللي موجودين في الدار البيضاء أنه سيكون هناك تغيير على مستوى المندوبيات الإقليمية بالدار البيضاء وحتى على مستوى المندوبية الجهوية، وأنه من هذا المنبر
الاخوان معنا في الطابور راه كيسمعوا باش من بعد ناخذوا هذه الخطه هذه. عينا مناديب جدد اخرهم مندوب مدينه امام مندوب جهه مكناس فاس هو السيلبو هو معنا الفنان السيلبو هو المندوب الجهوي خلف خلفوا السي عبد الله البغيري البغيتي عفوا حكوا البغيري قبل تما عندي مندوب ها هو تيشوف السي عبد الله البغيتي خل داو الاعمال على ما يرام شارك معنا كان هو الصوت ديالنا في مكناس من خلالك فنان من خلالك استاذ ديال الموسيقى ومن خلالك صوت اذاعي متميز في مدينه اف ام فقط هذا ثلاثة ديال المحاور سيمتلكها السي الدكتور عبد السعيد الشنقاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوق المؤلف بصفة عامة هي مادة مستوردة من الخارج، هي علم قائم بذاته له خبراءه وفقهاؤه ولغته وقاموسه اللغوي، وهو علم قائم بذاته. الضبابية هي على عدة مستويات، ضبابية شرعية، ضبابية الرؤية، ضبابية السير. الضبابية كنربطها أنا بيوم تطلق اسم المغربي على المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين، لأن القانون الظاهر اللي كان تاع 1916 الظاهر تيعطي لأي مؤلف، يعني في القديم ولا الحالي تيعطي لأي مؤلف الحق باش يمارس الحقوق تاعه، ماهوش ملزم باش يكون تابع لشي مكتب ولا عضو في شي مكتب. القانون هو اللي كيحمي المؤلفين. أنا سعيد حقيقة باش نشارك في هذا اللقاء، اللقاء الهام بالنسبة للفنان بصفة عامة وبالنسبة للفنان الموسيقي بصفة خاصة. أنا متواجد هنا بقبعتين، القبعة الأولى هي كمتتبع ومهتم بالملكية الفكرية، والقبعة الثانية كعازف قانون موسيقي يعني فنان موسيقي و انا استدعيت هذا اللقاء من طرف صديقي النقيب والشاعر المقتدر السي توفيق عمور، اللي كنجهدوا له طبعا بالدفاع ديالو بشراسه على الفنان وعلى الحق ديالو، وكذلك كنشكر اذا كان يعني هذا اللقاء اليوم ما هو الا شكل من اشكال النضال اللي كتعقدوا النقابه المغربيه للمبدعين الاغنيه باشراف تحت اشراف سي الموضوع كما اشار اليه الاخ محمد نجيب، حقوق المؤلف وحقوق المجاور اشكاليه التقاطع بين واقع التدبير وطموح القطاع الروسي، واخترت ان يعني محور يتعلق بسؤال الحق الواجب في حقوق المؤلف وحقوق المجرد. ومن هنا سأحاول يعني الربط بين الجانب القانوني وجانب التدبير. فكيف كتعرفوا أن الإنسان دائما يحاول أنه يحسن الحياة اليومية ديالو، وبالتالي الرفاهية اللي كنتوجدوا فيها اليوم من تكنولوجيا من قطارات من سيارات من بنايات من ثقافات كذلك موسيقى وغيرها لم يكن لها وجود في السابق، وبالتالي كان هناك ابداع وابتكار من هذا الانسان اللي يحاول دائما انه يخلق شيء من لا شيء، وبالتالي كل ما نراه اليوم جاء من عدم. الحقيقة أنا اليوم جيت أعطيت فكرة خاصة بالمؤلف، ولكن جيت فكرة حالي واحد الدار
الإيران عن هذا الدم كبير من التساؤلات وحال كما في الخلفون كما في نصور الجمعان الحياة قلت سأختزله كما يلي انطلقت حقوق مرضومة تشريعات مرضومة وقلوب مهمومة مكلومة المكتب إلى أين؟ كيف كتبوا في الملاء التوبة؟ بس نشوف القافية المكتب إلى أين؟ واحد من القيدومين من الرضا وشفيه قال لي أخي أسولكم هذا السؤال أنا بالأمانة ما ينطقوا بشكي واش ما يمكنش هذا المكتب إلى جهة شكي عليه؟ إذا فاتين إذا المساكين واحد المساكين مسؤولين مسؤولين فرحين مسؤولين مسؤولين شو هذا المسؤولين مسؤولين كل واحد يعرف راسه في المكشن بأمانة المسؤولين أنا مجلس سعد الشرقاوي أين نحن من أمريكا في قضية الوالدر يوصف إلى التأثيرين في أزمان يدار السلام عليكم وعوش الله مباركة في هذا البهو وفي هذا الفضاء سبق لي أن تطرقت أن طرحت سؤالا في هذا البهو لمعرفة كيف تم توزيع محصول سنة 2015 ولم أتلقى مع الأسف جوابا شافيا وأنا ذاك بعد مغادرة السيد عبد الله مضغير. النقطة الثانية نسمع كثيرا بأن الحكامة موجودة في مكتب المغرب وبدوري لا أعرف هذه الحكامة ولا أعرف منهم أشخاص مكلفون بهذه الحكامة. النقطة الثالثة هناك ملف شائك وهو يتعلق بحقوق المؤلفين مطلقا في الشقيقة الجزائر أين وصلت هذا الملف وشكرا. أسأل أخي وزميلي وصديقي الأستاذ توفيق عمو لماذا دائما هذه الإشكالات تطرح على مستوى الحكومة ولا تطرح على مستوى البرلمان؟ لدينا في البرلمان ممثلين نقابات ممثلين وزراء ممثلين هيئات لماذا نلتزم بالحكومة ونرى أن الأمور نزلت مستعصية لماذا لا نطرحها البرلمان؟ اللهم إنكم تجهل هذا الأمر. الإشكالية الثالثة التي سجلتها وهي في المادة الثالثة من القانون في المكتب. للأسف تأسف وأقولها بصوت مرتفع أتأسف جدا لكون كل من هب ودب يذهب إلى مكتب حقوق تأليف ليسجل نفسه كمؤلف كمبدع كشاعر كمغني كذا. للأسف كيف نسمح لهؤلاء الناس الذين ينتجون الرداء ويمشيها بكل وقاحة وبكل صلاة وبكل جرأة ويمشي مكتب تأليف باش يسجل واحد العمل ما هو فني ما هو أدبي ما هو ثقافي. هنا تنطلبوا في النقابة ديالنا المختارة أن عندها يكون دور ويكون عندها رأي ماشي أي واحد يمشي لمكتب حقوق تأليف خاص مكتب حقوق تأليف يرجع لها النقابات اللي عندها تمثيلية قانونية وهي تقول واش هذا السيد يمشي يسجل الحقوق ديالو أو لا. فالحقوق هي تنمعنى أنها حق شخصي حق مالي وأدبي ولكن ليس أي عمل يعتبر تأليفا. الله عليكم سعيد بهذا اللقاء الذي تنظمه النقابة الرسمية للضيف أورمي. نشكر الكريم الفنانين والفنانات والفنانين. السؤال الذي غادي يكون خاص اعتبر السي الشرقاوي لان المغرب المكتب الافريقي في ليبيا كان مربوط من الاوقات ربما تم تقديم الحقوق الاقتصاديه ثم بعد ذلك اصبح المكتب المغربي الملكيه الفكريه فاصبحت الحقوق غير حقوق. سؤالي هو ان هذه الموعدات إذا النقابة والمهنية الدولية واش ما كانش واحد النسيت بين مجموعة النقابات على اعتبار أن هناك نقابات تشتري مثلا الإصدار، نقابة مسرحية، نقابة خاصة بالتشكيل، نقابة خاصة بالسينمائي، واحد المجموعة ديال
الأجناس الإبداعية، لماذا لا يتم التنسيق بين هذه المقامات التي تكون واحد القوة للضبط ربما يمكن أن تخلص إلى نتائج مهمة؟ ما موقف أو كيف يتعامل المكتب المغربي لحماية المحدثين مع إشكاليات ومنها يعني الرقابة بحيث أصبحنا نقرأ بعض المؤلفات فيها أفكار متكررة، ثم كذلك هناك بعض الأعمال وبعض المنتوجات في المجال الغنائي وبالخصوص في الأغاني الأصيلة الشعبية التي أصبح بعض الفنانين ينسبونها لأنفسهم وهي معروفة في ثقافتنا الشعبية أنها ليست لهم ويتبنونها. الوقت مرير جدا وربما يحتاج إلى ساعات لتشخيصه ولإقرار يعني حلول وبدائل حتى نخرج من النفق. الكل يجمع على أن يعني كل الإصلاحات التي قام بها المغرب عن مستوى التشريعي ومستوى القوانين ربما للمثال من 1916 مرورا بمحطة 1965 يعني شهر مارس 1965 1970 2000 2006 وكذلك 2014 2015 هناك تشريعات جديدة هناك ظواهر تراكم تراعي المستجدات تراعي التقدم والتطور التكنولوجي لكن الإشكال لا يكون في القانون والتشريع وإنما يكون في التنزيل والتنزيل كما يشير يعني الأستاذ يعني توفي عمار فينال هذه الندوة هو مدى عقلانية التدبير والتدبير بكل دقة وتدبير المستخلصات والحقوق وكيف يتم توزيعها وكيف نخرج من منطق الوزيع إلى التوزيع العقلاني والقانوني. في الواقع أنا لي توصية وربما سأشد سأكون يعني نشزا في هذه الندوة وأقول أن الحل الحل هو فك الارتباط بوزارة الثقافة وهذا ليس مقيسا وليس عدم احترام الوزير الذي نجيده ونقدره وكلنا نعلم الجهود التي يبذلها من أجل يعني مساعدة ذوي الحقوق على استرداد حقوقهم لكن عمليا أعتقد أن مكتب حقوق التأليف ينبغي أن يعهد إلى هيئات تمثيلية تجمع الممثلين النقابيين بمكاتبهم وتنضم إلى هذه الهيئات هيئة قانونية استشارية يعني ناس من عيار مثل حزبير مثل شرقاوي ثم يكون هذا المكتب المشكل من الهيئات التمثيلية يكون تحت أنظار المجلس الأعلى للحسابات لأنه ثبت بأن الوزارة مع احترام السيد الوزير فشلت في تدبير هذا القطاع لأنها وزارة بسيطة ولكن الوصاية هنا تعني رفض المسؤولية بالمحاسبة وأطرح سؤال واضح ودقيق هل تمت ولو عملية احتحاص نارية واحدة في تاريخ هذه الوصاية على المكتب وشكرا. سؤالي سيدي توفيق الأستاذ من وجودك اليوم معنا لأنني يعني كنشوف فيك يعني واحد إنسان اللي يعتمد عليك وهذا ماشي يعني كنلوح بالورد أنا جربت مجموعة ديال المواقف حنا كنشتغلو يعني في المحلات في الفنادق في الحفلات خاصة وكنا يعني مرات نستحضر أغلبنا كي يموتوا بواحد الطريقة تحمل مستكبر أنا واحد منهم يعني كان لازم نهضر معاكم ما قدرش نوقف يعني هذا كما قلت يا سي توفيق هذه الميزانية اللي كاينة عند هذا المكتب هذا كبيرة علاش هاد الناس هادو أو أي فنان في المغرب كيعطي يعني واحد الجو كبير من صحتو وحتى الدراسة ديال الموسيقى يعني شيء متعب جدا كياخد وقت كبير علاش هاد الناس هادو مياخدوش طاقتهم بينهم وشكون اللي دافع عليهم شكون اللي دافع عليهم في وجود يعني نقابات وفي وجود مكاتب
يعني كنتمنى ان الصوت ديالي فانا شي اليوم نهضر ليا مع الاخوان ديالي اللي كنحاول نسمعنا. أنا كاتب كلمات كلهم أغانيا مجرد وأنا وإلهي من هذا ما خدتها واش كاين شي واحد يساندني واش كاين من المكتب واش كاين شي يساندني واش عندي شي طرق ديال الدفاع واش عندي اللي يوقف معايا مكانش اللي يوقف معايا تنمشي بوحدي نضرب في الحيط وتنعاود مول الباب ونسول أنا السؤال اللي بغيت نقوله هو واش كاين هناك من يقاتل الفنان حينما يقع في حيث حيث أول حاجة نقول هذه نشكر النقابة المغربية المهنية لمبيعي الأغنية وعلى أبصارها ومن خلالها من خلال الأستاذ توفيق عمور. الأستاذ توفيق عمور أنا عضو في النقابة ديالو وعمري ما كنت نحلم ندخل قبة البرلمان حتى دخلني وحتى كنت مع الفنانين اللي دخلوا وكنا كندافعوا بشراسة على هذا الملف هذا. هذه انطلقت من 2011 حتى 2017 وكنشكر الاساتذه الكرام اللي نورونا وزادوا لنا بعض الاشياء اللي ما كانتش في الظاهر ما كناش كنعرفوها. كنشكر كذلك اداره مصطفى محمد الخامس وباش ما نبقاش في المجاملات السؤال ديالي هو الى متى؟ الى متى سنبقى نستجدي صاحب الجلاله نصره الله؟ وقت ما مات شي فنان كيتكلف بالعلاج ديالو وقت ما مات شي فنان كيتكلف بالعزول ديالو. جات شي ويسال او شي شجيع من عندهم مرحبا او وسيله ولكن باش نبقاو حنا كفنانين كنتسناوه نزيدوه نحملوه الهموم ديالنا ما خاصش يكون خاص تكون عندنا منظومه وهي هذه اللي كنخدموا فيها الاخوان وكيشتغل فيها بزاف الاستاذ توفيق عمر لانه ما كيكونش غير هنا عنده عده ارتباطات راه الفنانين العرب في القاهره عضو معاهم وراه رئيس ديال منتدى كبير في اوروبا وهذا الشيء اللي عندنا نقول شكرا. الاتصال في البرلمان حضرنا في المصادقه على القانون ديال النسخه الخاصه ولكن هذا الشيء لا يكفي. انا متفق معك لماذا لا نحن كنقابات سواء نقابة في الموسيقى أو نقابة في المسرح على السي الجندي حسن الجندي مرحبا به ابن المرحوم علاش حنا كنقابات ما يكونش عندنا بادرة ونديروا مشاريع قوانين مشاريع مقترحات على البرلمان لماذا؟ الباب مفتوحة ولكن حنا اللي ما كنديروا والو يمكن ما نديروا في هذا المجال ما كاين بس هنا لا أتفق مع السي عبد الحكيم اللي قال سعد حكم الهلالي اللي قال كل من هب ودب يمشي يسجل نفسه في المكتب المغربي. انا تنقل ان الفن والابداع كل واحد كيشوفه من زاويته ربما الاشياء التي لا يراها سي الهلالي لماذا لم يكن هناك في سفر النقابه في سفر هذا اللقاء اقول له نعيش في الميدان النقابي في الميدان الفني تشرذم وهذا واقع ويديا معاهم حتى انا تنشارك في هذا التفرق الشغل ولا قلت لك انا ما كنشاركش فيه وانا كنت كنضخم راسي لا حتى انا ما كنبغيش نجمع معاهم لان حنا لان انا من منطلقي خصنا نقدروا نختلفوا على مجموعه ديال النقاط نختلفوا على سهره نختلفوا على شي حاجه ولكن المواضيع الاساسيه اللي تهم الفنانين خص تكون عندنا الجرأة ونكون عندنا اليقين الداخلي يعني خصنا ندافعوا على هذه المواضيع اللي كتهمنا جميعا هذا اليقين لم يكتمل بعد والناس تقاس بالاسماء هذا بان في 1960 ماشي كل شيء اللي بان في 1960 فنان ماشي كلهم كاين فيهم اللي لعب وكاين فيهم اللي تبارك الله خلاو بصمات ديالهم كاين فنان اللي ما تيبقاش يجلس معاك تيقول لك انا شكون انت بغيتي تكون انا نقابي وفنان انا ماشي قدك الريبرتوار ديالي بكل تواضع ماشي قدك ولكن هذا ما تيعنيش انني ما كنفهمش متكررة مواضيع تقد تكون متكررة لأن ما يمكن نكتب على الوطن في موضوع معين ويجي واحد آخر يكتب على الوطن في موضوع معين أنا نكتب على إفران ويجي تا هو يكتب تكرار ماشي مشكل كل واحد ياخذ الزاوية ديالو المشكل اللي مطرح هو السرقة الفنية السرقة الفنية لا يجوزها القانون والمفروض ما خص وكاينين ناس خبراء هما معنا الناس ديال الموسيقى ومعنا الناس ديال الشعر هنا
كيفهموا فوقاش كتكون السرقه فوقاش ما كتكونش. في الموسيقى تخص تكون واحد المجموعه ديال النوطات. العدد ديالها شحال السي عبد الرحيم؟ سبعة. إذا كانوا متكررين، إذا كانوا فاتوا سبعة، هذا راه كيتسمى سرقة في المياه. أما الاقتباس حاجة أخرى. هنا غادي نعرج على واحد السؤال باش ما نجاوبش عليه من وصل لأنه عندها علاقة بنفس الموضوع. شي واحد قال لك كيستقطفوا التراث. كيجي كيعمل أغنية وكيجي مقدمة من التراث. هذه آفة. هذه آفة ديال عجب بعض الملحنين. أنا تنقول أن الملحن خصو يبدع. شنو هو الإبداع؟ الإبداع هو الخلق. نكون عندي الملكة ديال الخلق. قلنا من أفكار مشهورة لكن تسول على عملية الافتحاص وأكيد لك السي رشيد أنه أخيرا تم افتحاص المكتب الوطني للحقوق المدنية. فين كنت تقرير؟ من طرف الوزارة، المفتشية العامة للوزارة. أنا كنقولها لكم مسؤول على الكلام ديالي. لا المفتشين العام للوزارات تكون تبعية. هو راه مفتش عام خدام في وزارة الثقافة، ولكن هو في الأصل ديالو تابع المالية، ماشي أي واحد تيكون مفتش. راه كي كنبغي أنا وزير نسمي مفتش عندي، راه ماشي تنقول الناس اللي دايرين بيا من الديوان ديالي ونعينو مفتش. لا، المنصب ديالو الوزير قديمين في البلاصي ديالو اللي عنده في الديوان ديالو، ولكن بصفة خاصة المفتش لا تشاور مع وزارة المالية. كتصيفطوا ناس متخصصين في الحساب، في المحاسبة، في النظام المحاسباتي. فهمتي؟ إذا وهذا ماشي أول افتحاص دارته الوزارة. قبل السيد الوزير كان افتحاص من طرف مكتب خارجي ينوضيت دارت. شوف افتحاصات كاينة. حرام شي هذا هو المشكل. إيفينو صلاة تنفع ما تجاوبش، ما تنفع ما جاوبش. لا افتحاص ماشي هو افتحاص، ما تنقولش عن افتحاص، ولكن إطلاع المعنيين بالأمر بالتقرير المالي. وأنا أتصور أن النقابات سيدي أخوتي، أنا ما نقدش نكون مالك أكثر من المالك. شو كنت أقدر رويس دوز كولورو؟ علاش؟ إحنا نطالب، إحنا الهيئة النقابية والمجتمع المدني، إحنا قوة اقتراحية، إحنا ما نهزمش كلاشينكوف نديرو للوزير نقول فين هو التقرير؟ راه ما يمكن ليش. لا شوف دستوريا شنو اللي خصك دير؟ اي كنطلب وكنقترح، ولكن ماذا واش الناس غيسمعوا هذا الشيء؟ واش هاد الناس اللي في الدوم المسؤولي غادي يسمعوه؟ وجالس مثلا جلس على الحسابات واحد النهار عمور كتب في جريده وقال يجب ان نفتحص القطاع الفلاني، ما غادي ينوضش. اش غادي نقول بحقوق الناس اللي كيخدموا في المحلات؟ هي رهينه ديال هذا التشاغم اللي حنا كنعيشوه. كون كنا النقابات كامله دايرين يدينا في يد البعض وكنا عندنا القلب ونافذين الهم ديال جميع الفنانين، وهاد الفنانين ما غادي يكونوش فين. هاد الناس اللي جا الليل، شي هاد الناس اللي كتخدم في المحلات الليليه كيخدموا في الليل باش ياكلوا ولادهم. في الصح ملي كتكون القوانين والاجتماع حتى هو جا وقف هنا هو طويل قال لك انا ما غاديش نوقف لان هو يتفاهم سي نورمال. خاص الهيئات النقابيه تدافع عليه ملي يكون هو ناعس. الحاجه اللي السي البوركي عبد السلام قال كتيب الكلام لا حقوق له من يقف معه. انا اتفهم في الوسع السلام، انا اتفهم السي عبد السلام راه حكى لي القصه ديالو المشكله ديالو. عنده مجموعه من الاغاني على ما تيقول هو، انا تنهضر بلسانه وما عنديش ما يؤكد، ربما هو عنده انا ما عنديش. كيقول لك ان مجموعه من الاغاني ديالو تمت، راه ماشي تمت قصرته ولكن تم نسبوها لفنانين اخرين. هو ذكر شي فنان قال لك الاغاني كلها ديالو كتبها. انا شنو تنقول للسي عبد السلام؟ كاينه هيئات قانونيه وكاين قانون عندنا في هذا البلاد وكاين عداله. ابسط الطرق للوصول للحق ديالك هو تمشي للعداله وتجيب الادله. وكل ما يقدمش اي محامي عطيتيه الموضوع ديالك مكتمل وبلوا فيه لا يدان غادي يتفاهم معك بالنسبه وغيمشي معك بعيد. ولكن النقابات ما يمكنش دير هذا الشيء. علاش؟ لان انا ملي كنضرب محمي كنخلق عداوه مع هذاك اللي انت داعيه. راه المفروض خصني نحميك ونحميك. إذا دخلت على فرصة المشكل كيتطرح أكثر من المشكل. السي زيري هو الخير. السي زيري قال لي السيد مدير المسرح تاع عدبي صحراء والسهرات. هذا الشيء معروف على السيد المدير ديال المسرح الوطني. حنا ما تنطلبوش مدير المسرح الوطني لأنه كيقوم بالواجب ديالو.
اللي كيقوم بالواجب ديالو لا حاجة لتذكيره ولا لشكره، إنه هو تيقوم بالدور ديالو والمفروض هو هذا. حنا خصنا نقولوا للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وهو اللي خصو يدير المظاهرات ويخدم لها الناس ويبينهم ويدير تكريمات، الفلوس موجودة تديوها لها برا، فهمتيني ولا لا؟ المكتب مطالب باش يدير هادشي، حتى الوزارة شي نهار فاش المكتب يعني أو يعتني بالمؤلفين. احنا ما عندنا غرض لا وزير الثقافة ولا وزير الاتصال، وزير الثقافة كيدير شغل من هامة المجموعة، لأن وزير الثقافة راه ما عندوش بالأغنية، عنده الله يكون في العون. والوزارة ترسموا السياسات، عاد دخل عند الوزير تقول له أنا بغيت ندير سهرة، الله يخليك دير لي سهرة، واش الوزير كيدير سهرات؟ الوزير كيدير سياسة، رجل سياسة. وزارة الثقافة هو القانون فات الارتباط. ولكن بالواقع هناك وصاية. لا، الواقع فينا. أتحدث عن الواقع. لا. الواقع لا، الواقع هو جديد القانون. من عينة السيد رئيس أو المدير العام عينة الوزارة. عينة الوزارة. إذا هناك ارتباط. الوزارة شكون اللي أعطاها هذاك الوصاية؟ اللي جات الوصاية. راه هذا علاش نهضر. غادي يقول لك هو تيستمدها من المرسوم تاع 65. المرسوم تاع 65 انتهى، وعاد اكثر المرسوم تاع 65 ولا الظاهر؟ الظاهر اللي خرج ما فيهش الوصاية معهود بها إلى وزير الثقافة ولا إلى وزير الاتصال، ما كايناش. حنا ما حناش ضد هاد الناس، حنا بغينا نساعدو، بغينا باش تمشي هاد الحقوق في خط مستقيم. ثلاث أسئلة، الأولى أنت السي عبد الحكيم الهلالي اللي جاوب عليها السي توفيق عمور فيما يخص المادة الثالثة. هذا ماشي اختيار ديال المغرب. المغرب داخل اتفاقية مع هو عضو في اتفاقية بيرن، وفي اتفاقية بيرن تنص على أن ليس هناك يعني جودة المصنف لا تؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي يعني اي واحد كما قال السي توفيق كل واحد كيفاش كيشوف الابداع. السي محمود المدن، كيف يتعامل المكتب مع بعض المؤلفين؟ انا كنقول كيف يجب على المكتب ان يتعامل مع المؤلفين ماشي مع بعض المؤلفين، لان هذا هو الدور ديالو كما قلت لك، هي في خدمه المؤلف، الهيئة هي في خدمة المؤلف، وبالتالي أن المنخرطين هما يعني سواسية أمام يعني هذا المكتب، فهو لا يعمل إلا على توزيع عادل حسب الاستعمالات اللي قلنا اللي كيحصل عليها داخل التراب الوطني أو خارجه. فيما يخص السؤال الثالث اللي كيتعلق باستخدام البوركي، هل هناك من المدافع؟ هنا ربما يمكن راه جاوبوا على السؤال، ولكن انا كنضيف ان الا كنت ماشي عضو في المكتب، ما كنتيش منخرط، راك انت اللي غتمشي تدافع على راسك، تاخذ محامي وعندك الادله. طبعا حنا كنا قلنا قبيله في الماده الثانيه كتقول بان الحمايه كتبدا من منذ خلق المصنف. إذا النهار اللي بدعتي، النهار اللي كتبتي، النهار اللي خلقتي المصنف ديالك، الحماية كتبدا من تما. يعني القانون كينتظر إلا الدلائل. إذا خاص يكون عندك أدلة باش تفهم بأن هذاك المصنف راه ديالك. الشرقاوي الأستاذ محمد الحصري، الأستاذ توفيق عمور، كنشكركم. وهنا كنشوف وجوه كبيرة في عالم الإعلام والصحافة والفن والثقافة والفكر والشعر. فنانين كبار، مطربين كبار، شعراء كبار، سينمائيين كبار، ديسيناريست كبار، موسيقيين كبار، ومهتمين كبار، ومهتمين كبار ايضا. شكرا جزيلا على الحضور ديالكم. هذه الدوره الاولى تعقوم هنا ندوات ان شاء الله ربما مره في كل شهر. ما غنتكلموش غير على حقوق التاليف، ولو اننا مجبرين على اننا ان نعود الى حقوق التاليف والملكيه الفكريه من زوايا معالجه اخرى. غادي نتكلموا على الدعم في السينما، الدعم في المسرح، غنتكلموا على الموسيقى، على الاغنيه المغربيه، على الابتكار، على التشكيل،
على كل الجوانب الفنية والفكرية والثقافية. خليوني نعود نذكركم بالسهرة الجميلة جسر التواصل برنامج الإذاعي بشراكة مع النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية، قدموا اليوم ندوة حول حقوق التأليف والحقوق المجاورة. هذه الندوة كتندرج في سلسلة مجموعة ندوات قادمة إن شاء الله باش نناقشوا هذا الموضوع، كما غنناقشوا مواضيع أخرى كتخص الدعم للأغنية المغربية، الدعم السينما، الدعم المسرح، مجموعة من المواضيع الفكرية الفنية المعرفية اللي كتهم الفنان والمثقف والمبدع المغربي. طبعا اليوم كانت مداخلات قيمة جدا، شارك فيها الأستاذ عبد السعيد الشرقاوي اللي هو خبير ووسيط دولي في الملكية الفنية والعلمية والأدبية، وأيضا شارك فيها الأستاذ محمد الحرزلي خبير في الملكية الفكرية والملكية الصناعية، والأستاذ توفيق عمور السيد النقي. تناولت هذه المواضيع كلها تحت عنوان رئيسي إشكالية واقع تدبير المكتب وطموح القطاع الوسيط، وكانت مداخلات قيمة جدا. سنحاول أن نصدر توصيات بعد هذه الندوة إن شاء الله. شكرا جزيلا.